ملعب الأخبار التاتش ناخد مراسلنا شريف شعباني يقول لنا بقى على الموضوع الأهم. خلاص بقى باريس سان جيرمان، خلاص لا الأهلي والزمالك القمة. شريف برحب بيك في برنامج السادسة. برحب بيك يا ساره، برحب بيك احمد، برحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي وبرنامج السادسه، وباذن الله يا رب يكون اتجاه كل الصراحه. قول لنا كده على اخر استعدادات يعني فريق الاهلي قبل مباراه القمه يوم السبت ان شاء الله. يمكن النادي الاهلي بيستأنف تمريناته، يمكن امبارح فايلر اعطى بعض اللاعبين راحه وليس الفريق بالكامل. امبارح فيه يمكن معظم اللاعبين كانوا موجودين في الجيم، بيعملوا ريكفرنج، بيعملوا تمرينات تقويه حسب يعني كل برنامج حطه مدرب الاحمال. يمكن معظم اللاعبين امبارح يمكن يتمرنوا النهارده، بيستأنفوا تمرينات. كل الفريق بدا التمرين في الخامسه والنصف مساء، طبعا محاضره من فايلر مع اللاعبين، وكان يمكن سامع يعني الصوت كان عالي شويه من فايلر، بيحس اللاعبين ان الفتره القادمه تكون اداء احسن من كده. اهوت اللاعبين لازم يظهروا قدراتهم البدنيه والفنيه في المباريات القادمه، وطلبهم طبعا بالفوز على الغريم التقليدي فريق الزمالك يوم السبت المقبل. وبعد المحاضره اللي استمرت حوالي 7-8 دقائق في ارض الملعب، يمكن اللاعبين بيتمرنوا امامي الان، يمكن بعض اللاعبين او اغلب اللاعبين اللي شاركوا في مباراه اسوان الاخيره يمكن بيعملوا تمرينات طايره عشان خاطر يفكوا عضلاتهم خالص، ويمكن تمرين خفيف ما يكونش فيه حمل او لود على عضلاتهم. وباقي اللاعبين اللي ما شاركوش في التمرينات، التمرين بدا جدا. ايه الموقف بالنسبه لجيرالدو والشيخ في التمرين النهارده؟ جيراردو والشيخ، يمكن سالت الدكتور اسامه، ويمكن النهارده جيراردو او يمكن بالامس بدا جيراردو بعد اجراءه للاشعه على العضله الخلفيه. يمكن جيراردو عمل جلسه الصبح وعمل جلسه بالامس، ويمكن النهارده ايضا عمل جلسه الصبح وجلسه منذ قليل، ويمكن جري حوالين الملعب. ومن الظاهر بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي بنسبه تفوق ال 95% باذن الله جيراردو موجود في مباراه القمه، ولكن طبقا للرؤيه الفنيه لرني فايلر. اما احمد الشيخ نفس القصه برضه، بالامس كان موجود وعمل جلستين بالامس، والنهارده ايضا عمل جلسه الصبح وجلسه منذ قليل. يمكن الشواهد كلها برضه بتقول ان هو بيقترب بنسبه كبيره جدا برضه لمباراه القمه، ولكن برضه طبقا للرؤيه الفنيه لمستر ريني فايلر. هل تقدر تقول لنا يعني ايه الحاله المسيطره على اللعيبه قبل مباراه القمه او معنويات اللعيبه؟ يمكن لاعيبه النادي الاهلي بتحب المباريات الكبيره، بتحب المباريات اللي الناس كلها بتحب تتفرج عليها، مفيش احسن في مصر طبعا من الكلاسيكو يعني الاهلي والزمالك. فلاعيبه النادي الاهلي مركزه جدا، عاوزه تعمل حاجه، عاوز تصلح جمهورها عن الاداء اللي ما كانش الى حد ما راضي الجهاز الفني او راضي كمان الجماهير، ولكن طبعا فترات الراحه الكبيره جدا هي اللي مخليه الاداء مش كويس قوي. ولكن لاعبي النادي الاهلي تعهدوا ان يوم السبت يظهروا بشكل ملفت خالص، بشكل متغير خالص عن الفترات السابقه، ومحاوله طبعا الفوز على الغريم التقليدي. وباذن الله بطمنكم وبطمن كل الجماهير، لا الاداء النهارده في التمرين امامي اللي مستمر الان او شغال امامي الان، لا الحاله المعنويه كويسه جدا، الكل مركز، الكل بيحاول يلفت نظر ريني فايلر عشان يحجز نفسه في التشكيله الرئيسيه اللي هتقابل فريق الزمالك يوم السبت، وباذن الله يكون الانتصار من حليف النادي الاهلي. بنشكرك شكرا جزيلا. دي كانت تفاصيل التمرين النهارده، وبيتهيالي خبر انه ان شاء الله باذن الله جيرالدو والشيخ يكونوا جاهزين، ده الى حد كبير جدا هيمثل بيتهيالي اريحيه في دماغ فايلر، لانه